يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه في الإيمان بالقضاء والقدر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، وإن كثرت عيوبك في البرايا، وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء، ولا ترى الأعادي يغط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، ورزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، ولا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء، إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء، ومن نزلت بساحته المنايا فلا أرض تقيه ولا سماء. أحببت أن أوصي بهذه الأبيات أحد الأولاد الموجود في الدار، ألا وهو سيدي والبوبان، فجاءت الوصية على الشكل التالي: خلي الأيام تعدل ذاك التبقي يا سيدي يرعاك، ومونك نفسك وتلب لقفاك إذا حكم القضاء، وشوف الدنيا لا يستهواك فيها ما خالق بقاء، يا سيدي واهتم بتقواك وشي قلت وشيد بوفاء، ولين تكثر وجهت لك عيوبك قطيهم عندك بالمعطى، تم اخفي عيبك تخفيه الا بالسخاء، وعدوك اشحد عنهم ذله شماتة العدو بلاء، ولا تطلب سماحة بخيل ما يلحقها فرة بهليل، ما في النار العطشان بحيل يا سيدي يوجد ماء، ورزقك تبوفات الجليل بابتداء وانتهاء، ولا له ينقص رزقك زاد تأنيك على ذاك انقاد وطماه لا ينزاد ما له يزيد عناء، ولا خالق حزن على العباد يدوم ولا رخاء ولا بؤس يدوم بعد، ولا يدوم حق بجد سرور ذا فعل الصمد يفعل كما يشاء، ذاك الرب الواحد الأحد الوحد واجب رجاء، ويا سيدي لا يشرم عينك شي ما هو فيدك ما هو لك، تم لا قنوع وقلبك قنعان الدنيا فناء، تم انت واللي يملك في الدنيا دهرا سواء، ومنين اللي فات المنان خلقنا من طين وذبان، حدد عمر ورزق الإنسان في الدنيا عند انتشاء، ولا يوقي من موت مكان في أرض ولا سماء.